مصر في محكمة العدل الدولية لتقديم إحاطتها ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد شد وجذب مع إسرائيل منذ الإعلان عن نيتها اجتياح رفح. نقف عند رأي مصر في إسرائيل. حضور مصر في لاهاي يأتي بالتزامن مع دورها في الوساطة في صفقة التبادل وتحذيراتها لإسرائيل من تعليق اتفاقية السلام بينهما في حال نفذت تهديداتها بالهجوم برياً على رفح. من ناحية أخرى، تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري المثيرة للجدل التي أدلى بها في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا تحت عنوان نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، والتي أثارت استياءً في الشارعين المصري والعربي بعدما وجهت له وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني سؤالاً حول حماس والإجماع الفلسطيني، وهكذا كان رده. حماس was outside of the accepted majority of the Palestinian people, Palestinian Authority, the recognition of Israel, refusal to advocate for violence. But there has to be also accountability and why Hamas was empowered in Gaza. هذا التصريح مع مواقف مصر الأخيرة يثير تساؤلات حول ماهية رأيها وكيف سيؤثر على دورها في الوساطة، ولماذا تقف ضد إسرائيل في هذا التوقيت بالذات، وهل لهذه المشاركة علاقة بقضية الإبادة الجماعية التي تنظر فيها المحكمة؟ وللتوضيح، لا علاقة لهذه المرافعات بقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية في عدوانها المستمر على غزة، بل تأتي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعود لعام 2022، حيث طرحت سؤالين على محكمة العدل الدولية. الأول يتعلق بالتبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والثاني حول كيفية تأثير ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال. مصر ليست الدولة الوحيدة المشاركة، إذ إن المحكمة ستستمع لرأي مصر إلى جانب 51 دولة، منها 15 دولة عربية: فلسطين، الجزائر، السعودية، مصر، الإمارات، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، قطر، السودان، سوريا وتونس، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. وتقدم كل جهة إحاطة في المحكمة مدتها 30 دقيقة. والرأي الاستشاري الذي سيتخذه القضاة 15 الدائمون بعد الاستماع لجميع الإحاطات غير ملزم، لكن أهميته تكمن في أنه يعكس رأي المحكمة في هذه القضية ويشير إلى الكيفية التي قد تتخذ بها قراراً في القضايا المحتملة، كما يشكل ضغطاً سياسياً على الدول التي تؤيد إسرائيل في ظل العدوان على غزة ومحاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في ذات المحكمة. لكنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الجمعية العامة رأياً استشارياً من محكمة العدل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية وانتهاكات إسرائيل. ففي عام 2004 أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري غير الملزم حول الجدار الذي بنته إسرائيل والذي يقوم على مصادرة الأراضي والسيطرة عليها، بما في ذلك ضم المستوطنات ومحاصرة المناطق الفلسطينية. ولم يغير ذلك الرأي الاستشاري من مصير الفلسطينيين الذين يعيشون خلف جدار يعزلهم عن العالم. فأي تأثير سيكون له هذه المرة؟